مشاهدينا يا مرحبا بكم من جديد معانا، واكيد نجمتي في الاستوديو شادة حسون. وشادة، شو سالفة التمثيل؟ ان شاء الله بتكونين ضيفة شرف على مسلسل هوامير الصحراء جزء 3، ولا هذه اشاعة؟ لا، هي مو اشاعة صحيح، جاني طلب على انه امثل كتمثيل، يعني اكثر من ضيفة شرف. ضيفة شرف تكون بحلقة واحدة او اثنين، بس انه دوري كان اكبر، يعني سووا لي دور درامي غير انه فني باسمي. باسمك يعني كشذا حسون يعني. أيوة. حتمثل في هوامير الصحراء، اكيد تجربه جيده، وهوامير الصحراء من المسلسلات الجميله جدا يلفت الانتباه ويلفت الانتباه ولاقي نجاح جميل يعني بالخليج. بس يعني بتصور حيكون في صعوبه انه اقدر اسويه، ليش؟ سواء كتوقيت، يعني بالنسبه لي هو حيجي ويا توقيت الالبوم، فسالفه صعبه يعني شوي علي. بس اكيد يعني كان بيكون بيشرفني يعني، فهسه لاول مره اقول انه ما راح فاعتذرتي. فايه صار في اعتذار مني لهم انه ما راح اقدر اسويه. ان شاء الله اكيد بيهمني امثل يعني وانا ممثله قبل، يعني ما توني بغيت اقول لك هذه مش التجربه الاولى، يعني مو ما كانت تجربه، وكان التجربه الاولى كانت رسائل من رجل ميت، عمل انتاج مصري سوري وعراقي. صحيح. كان دور جميل ودور بطوله، وكنت مع فنانين كبار جدا يعني، وكان له اهداف اجتماعيه وسياسيه يعني. كيف لقيتي امرك في التمثيل؟ شوفي، حلو التمثيل، بس محتاج هواية وقت وانرجي يعني مثلا أنا هسه مثلا إذا أريد أمثل، حابة أمثل دور سينمائي. أيوة حلو. بس دور سينمائي لفد شيء يكون عربي، فهمت شلون؟ مو بمصري، يكون خاص. لا، ممكن يكون مصري مثلا بس يكون عربيا يشاهد، فهمت شلون؟ يعني ما يكون مثلا لا 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 بلد واحد. أيوة. كيف العمل اللي سويتيه انتاج مصري؟ Exactly. يعني عربي. خليط. بالنسبه لشركات الانتاج، تفكرين تفتحين شركه انتاج؟ انا عندي شركه انتاج ببيروت. أيوة. اسمها سول برودكشن. هذه سويتها بعد شي سنه ونص من تخرجي من ستار اكاديمي، ويعني هي اللي انتجت اول كليبين اللي هم وعد عرقوب. هذه شركه تنتج فقط لشادة حسون؟ فقط. حلو. فقط. ما تسعين ان تنتجين؟ شوفي، انا اسعى مثلا، اكيد يعني اسعى انه مثلا اذا انظم فيها مهرجانات، حفلات من خلال الشركه. بس كانتاج لفنانين ثانيين، اتصور اليوم انا صعبه، ما اكذب عليك واقول لك لا، ويهمني اجيب فنانين ثانيين، لانه هذه مسؤوليه، ما اريد اتحمل مسؤوليه واني ما اقدر اسويها. يعني هوايه ناس يحبون ياخذوا المسؤوليات وهم ما قادرين عليها. فانت عارفه من اول. فانا اعرف من الاول، اليوم انا ما اقدر اتحمل هذه المسؤوليه الكبيره. بس اكيد يعني في الفيوتشر ان شاء الله، يعني اذا اقدر اكيد توسعين 100%. بيهمني انه انتج، واني ادعم مثل ما لقيت ناس يدعموني اليوم، فاكيد يهمني انه ادعم ناس محتاجين لهذا الشيء. غنيتي بالفرنسي، بالايطالي، بالاسباني، بالعربي، بالانجليزي، ما شاء الله يعني كثير لهجات لغات. اذا اليوم انت في حاله حزن، والحزن دائما يكون الانسان فيه صادق، اي لهجه او اي لغه تختارينها تعبر عنك؟ حقيقه ما عندي لغه، احس الموسيقى ما لها لغه، يعني ممكن اسمع عربي وانجليزي وفرنسي، وكل واحدة تأثر فيها بمحل يعني، وممكن نفس الإحساس أحسه. ما يعني موسيقى، فهمت شلون؟ يعني ما بنقدر نقول إنه لو قلت لك فكري لي أقرب أغنية في بالك تغنيها هسه. أيوة. أنت الحين حزينة ولا سعيدة؟ أنا نص نص. نص نص. شو ممكن أغني؟ أيوة. أقول لك أنا اللي أحبها كثير، وعد عرقوب. وعد عرقوب.
لا هسه أنا مو صعبة. أوكي. مو بمود مود واحد على على الكوب. الكوب، مع إنه إيه موجودة، بس حابة أغني فتشي كلاسيك. راح أغني مثلا روح. روح. يلا أوكي. روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي اياك، لا بسكوتك لا بكلامك لا بحنانك لا بقساك، روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي اياك، لا بسكوتك لا بكلامك لا بحنانك لا بقساك. صعبي حياتي بدونك، بعرف راح اشتاق وغار، لكن اهون من وجودك حدي وانا بقلبي نار. روح روح. الله، اشكروني يا زين ما اخترت، لانه وايد حلوه. الله، كثير حلوه. مشاهدينا بنتابع مجموعه صور، وشذا بتعلق على كل صوره بتشاهدها، ونبتدي باول صوره. الله، طبعا الفنان الرائع استاذ سعدون جابر من الفنانين اللي اعتز بهم كعراقيه، واكيد طبعا كل العراقيين يعتزون ب بانه عندنا فنان حقيقي موجود بيناتنا. ما كان في لقاء عمرنا ما التقينا، بس هواي اتصالات بيناتنا. بتمنى يكون اكو عمل بيني وبينه. وطبعا أني في كل حفلاتي دائما أحب أنه أغني من أغانيه. صوت رائع، فنان جميل، وأتمنى له التوفيق، وأتمنى يكون أكو لقاء قريب بيني وبينه. يعني كان يفترض أو متوقع بأنه هو اللي يكون المشرف على إصدارك الجديد. صحيح، كان لازم هو يكون مشرف على كل الشق العراقي. بس كان في صعوبة، تعرفين يعني لما كنت ببيروت كنت أحاول أفتش على أغاني عراقية، كان هواية صعوبة، أنه كان هواية يجيني أغاني عراقية ما أحس فيهم بالطريقة، طبعا مو من خلاله، فحاولت اتصال فيه حتى يساعدني. فبس هي قصة وقت وبعد، فهمتي شلون؟ ف غير انه هو يسافر هوايه وموجود بسوريا وفي في دول ثانيه، فبس هي فتره يعني انا لما ابتديت اشتغل كان اوريدي خلاص يعني فات الوقت. كان يفترض ايضا انه يقدم لك عمل من اعماله وتعيدين تجديده. هذا المشروع بعده موجود، بس حيكون انفرادي بشكل اكبر واهم، يعني ما اريد احطها بس اغنيه بالبوم. يعني اليوم انا بدي افكر اسوي البوم كامل اغني فيه كل الاغاني التراثيه، مو بس العراقيه وحتى الاغاني القديمه الحلوه لعدة فنانين وفنانات في الوطن العربي. حلو. لقب بسفير الأغنية العراقية الأستاذ سعدون جابر، وأيضا قيصر قاذم الساهر أيضا لقب بسفير الأغنية العراقية. هل يجوز برأيك توزيع الألقاب بين أكثر من نجم؟ مو مشكلة، ليش لا؟ يعني إذا يستاهل، يعني كل واحد يستاهل فيهم. طبعا فنان كبير سعدون جابر من الفنانين الكبار، وأكيد هو سفير الأغنية العراقية في مرحلة ما ولهسه يعني بأغانيه. وكاظم نفس الشيء، يعني هو سفير الأغنية العراقية والأغنية العربية، يعني بعد يعني غنى لأغاني قصائد لنزار قباني. فهو هل شذا حسون اليوم سفيرة أيضا للأغنية العراقية؟ بيشرفني، يهمني جدا انه اكون سفيره للاغنيه العراقيه، مو بس الاغنيه العراقيه. تعرفي هو انا عراقيه، فكل شيء اغنيه هو من العراق يغنى لكل العالم. فما احب اني
اوريدي ما احب ابدا تصنيفات مال لا اغني، احب اغني عراقي واحب اغني خليجي واحب اغني مصري واحب اغني لبناني، كل هذول لهجات لهم طعم ولهم خصوصيه يعني. استاذ سعدون جابر قال بانه الفن العراقي يندثر، هل توافقين الراي؟ أنا طبعا اكيد يعني، يعني مقارنة مع الفن العراقي قبل يعني في السبعينات الثمانينات حتى قبل يعني أكيد كان في ثروة وثورة في كل الأوطان يعني. الأغنية العراقية لما تنسمع يعني كانت هي أعتبر هي كانت الأولى يعني، ومنها هواية أشكال غناء وجدت في بلدان ثانية. فالأغنية العراقية هي أغنية يعني معروفة جدا بغناء بأنه غنية وثرية يعني. وبالنسبة ل وجود فنانين فنانين مثلكم فعلا سفراء للعراق، ومثل ما انت قلتي اعيد تجديد الأغنية العراقية، تذكرين اغاني العمالقة اللي راح اللي رحلوا، ليش تندثر؟ ليش ممكن تندثر الأغنية العراقية؟ تندثر لان اليوم اللي نشوف يعني اكو فنانين قلائل جدا اللي موجودين في الساحه الفنيه يغنون الاغنيه العراقيه، مع انه الاغنيه العراقيه محبوبه جدا. واني هذا الشيء طبعا انا صرت اعرفه اكثر واكثر لما تعمقت اكثر يعني في الفن، وصرت اسافر اكثر. والصوت النسائي نادر يعني، انت قد تكونين الوحيده في الساحه حاليا المطربه العراقيه. صحيح يعني، بس عشان هيجي اني اليوم يعني بدي احاول من خلال هذا الالبوم من خلال الاغاني اللي قدمتها وراح اقدمها انه يكون في حث اكثر، انه انا بيهمني يكون في فنانات عراقيات موجودين في الساحه الفنيه، لانه ماكو فنانه لبنانيه واحده او ماكو فنانه سوريه واحده او بس يعني بامانه شذا مو انك انت تتربعين على عرش الحين الاغنيه العراقيه. نعم. كونك كانثى وحيده يعني قلتي تتمنين التواجد، بس ما عندي مشكله يكون في فنانات ثانيين. اكيد انا مبسوطه اليوم انه اعتبر من الفنانات الموجودين وعراقيا ومعروفين في الوطن العربي، بس حلو انه يكون في، بالعكس حلو يكون في اصوات عراقيه حلوه، ليش لا؟ بالعكس يعني شوفي الرزقه اذا راح تجي راح تجي، اذا ما راح تجي ما راح تجي. صحيح. يعني انا مو من النوع اللي راح افكر لا واريد اكون انا الوحيده. طبعا كل شخص فينا في انانيه معينه، بس بنفس الوقت انا هذا الشيء ما بيزعجني ابدا يعني. سؤال الفنان سعدون جابر عن ماجد المهندس وكاظم الساهر، قال الاول يعرف ماذا يعني اما الثاني فلا، هل تعتبرين هذا صراع بين الكبار؟ هذا شيء عادي جدا. شوفي الصراع بين الفنانين بصفة عامة صغارا كانوا أو كبار هذا شيء جدا، أنا بعتبر هذا من الضروري ومن المفروض بهار الحياة موجود. إيه بهار الفن بهار إنه يكون في هذا النوع من المناوشات الحلوة يعني. يعني مو أكيد إذا ما تطلع على نوع من الاحترام وهذا، فإذا بالعكس هذا الشيء بيخلي الفنان يشتغل على نفسه أكثر ويحب يعطي أكثر، وطبعا من المستفيد غير أنه الجمهور والناس بالأغاني والأعمال. على طاري ماجد المهندس وأكيد إحنا نوجه له أكبر تحية، كان يفترض في ديو بينك وبينه؟ لا كان مفترض يكون أكو أغنية من ألحانة. أيوة. بس بسبب اشتغاله بالحفلات وما شاء الله يعني أتمنى للتوفيق الفنان ماجد من الفنانين اللي أني افتخر فيهم كفنانة وافتخر فيهم كعراقية يعني. ف مو زعلانة، هذه مرحلة يعني، هذه الخطوة إذا ما تسويت اليوم أكيد حتسوي باكر يعني. بشكل عام شذا لقيتي الدعم المطربين العراقيين مثل الأستاذ كاظم والأسماء الكبيرة؟ يعني خليني ألف بطريقة غير، لما شاهدتي مثلا القيصر بأغنية المحكمة مع المطربة أسماء للنور، يعني أكيد نوجه لهم أكبر تحية، بينك وبين قرارة نفسك ما قلتي أنا أولى أنا أحق بهذا العمل؟